أسود يطغى على المشهد بلون الدم. ذلك الإرهاب الذي عانت مصر من ويلاته منذ عشرينيات القرن الماضي، حين بدأت إرهاصات هذا الفكر البغيض تبث سمومها مستترة برداء الدين للوصول إلى الحكم وتأسيس دولة الخلافة. لم تكن مصر بعيدة عن حافة الخطر. ولكن كان للشعب جيش يحميه. وبرغم ما تنعم به مصر من أمان وانطلاقها نحو آفاق تنموية جديدة، إلا أن التحديات المحيطة فرضت عليها أن تحتفظ لنفسها بقوات مسلحة قوية وقادرة، انطلاقا من مبدأ أن من يمتلك القوة يستطيع أن يحافظ على السلام. واقتضت الأحداث أن تتفوق القوات المسلحة على نفسها بإعداد الفرد المقاتل بدنيا وتدريبيا وعلميا، باعتباره الركيزة الأساسية في بناء القوات المسلحة عبر كافة أفرعها وتشكيلاتها ووحداتها. فاهتمت بمراحل التدريب اليومي داخل الوحدات، مرورا بتنفيذ العديد من المشروعات التدريبية والبيانات العملية والتي تعتبر من أرقى صور التدريب. كل إضافة جديدة تمكن وتزيد من قدرة القوات المسلحة وكفاءتها لازم نمتلكها. كفاءتنا وقدرتنا والحصانة بتاعتنا عشان نحمي بلادنا ونحمي أهلنا في مصر. وشهدت العسكرية المصرية نقلة نوعية في منظومتها التسليحية، قفزة مصرية لقيادة سياسية تحركها بواعث الأمل وتملأها روح النصر. وبدأت مصر عهدا جديدا في مجال تطوير قدرتها العسكرية بأحدث المنظومات القتالية، طفرة تسليحية غير مسبوقة شهدتها القوات المسلحة في كافة المجالات. القوات البحرية نقلة نوعية بإضافة الغواصات الألمانية الحديثة والتي تعد الأحدث والأكثر تطورا في عالم الغواصات. الفرقاطة فريم الفرنسية تحيا مصر، خطوة كبرى لدعم أسطول الفرقاطات المصرية في البحرين الأبيض والأحمر. حاملة الطائرات الفرنسية الصنع من طراز ميسترال، قوة هائلة متعددة القدرات ومتنوعة المهام في المنظومة القتالية للبحرية المصرية. وتتوالى الإنجازات وتتعدد القدرات بإضافة العديد من لانشات الصواريخ المتطورة وقوارب الزودياك والمنظومات الحديثة للصواريخ، فضلا عن الرادارات والتوربيدات وأجهزة السونار المتطورة، إلى جانب رفع كفاءة ترسانة الإسكندرية البحرية. القوات الجوية آمال جديدة تشرق في سماء مصر مع تحليق طائرات الرافال الفرنسية الصنع والتعاقد على الطائرة الروسية ميج 29 والطائرة الهليكوبتر الهجومية من طراز كاموف 52.
الطائرات الكاسة إلى جانب الطائرة الاف 16 بلوك 52 وعدد من أنظمة الطائرات الموجهة بدون طيار. كما تم تطوير وتحديث هليكوبترات القوات الجوية من خلال تزويدها بمنظومات تسليح حديثة وتطوير المطارات والقواعد الجوية من خلال الإنشاء الجديد ورفع الكفاءة لتواكب التحديث والتطوير في الطائرات. منظومة الدفاع الجوي وثبة كبرى في مجال التطوير بتدبير المزيد من الرادارات الحديثة، قدرة فائقة على التغطية الرادارية للأجواء المصرية بمختلف الارتفاعات، كما روعي تدبير عدد من كتائب الصواريخ وفصائل الصواريخ المحمولة على الكتف. كما اشتمل التطوير على تحديث ورفع كفاءة عدد من مراكز القيادة الخاصة بالدفاع الجوي وفق منظومات آلية للقيادة والسيطرة. عهد جديد يزيد قدرات الدفاع الجوي على حماية سماء مصر وفرض السيطرة على كافة أجوائها. التصنيع الحربي واهتمام متعاظم بالإنتاج المشترك ممثلا في الدبابة M1A1، هذا بالإضافة إلى التصنيع المحلي الذي يشمل الكثير من الأسلحة والمعدات والذخائر المختلفة، وقد انعكست ملامح التطوير على كفاءة وحسن أداء الأسلحة الرئيسية في القوات المسلحة كالمدرعات، المدفعية، الإشارة، المركبات، الحرب الكيميائية، الحرب الإلكترونية، قوات حرس الحدود والقوات الخاصة. حيث زودت بأسلحة وعيارات حديثة ومعدات فنية متطورة ووسائل نقل ملائمة لطبيعة المهام التي تكلف بها القوات المسلحة. وقد تم كل ذلك في الوقت الذي تقوم فيه القوات المسلحة بالتعاون مع عناصر الشرطة المدنية بالتصدي بكل شراسة وضراوة للعمليات الإرهابية الغادرة في سيناء. فقد ألحقت القوات المسلحة بالتعاون مع الشرطة المدنية خسائر فادحة في صفوف الإرهابيين والتكفيريين، ودمرت العديد من مماكن إيوائهم ووسائل تحركهم ومخازن أسلحتهم وذخائرهم والأنفاق التي يتسللون منها عبر الحدود، وذلك في العملية العسكرية الشاملة حق الشهيد. هذا فضلا عن تنفيذ العديد من التفتيشات الدورية على التشكيلات والوحدات في مختلف الاتجاهات للتأكد من كفاءتهم القتالية. إن تلك السياسة في إعداد وتطوير القوات المسلحة المصرية جعلتها تقف اليوم في مكانة متميزة بين جيوش العالم المتقدمة، دعا كثير من العربية والأجنبية إلى التعاون معها في مجالات التسليح والتدريب المشترك وتبادل الخبرات، حيث استقبلت المعاهد والكليات والأكاديمية العسكرية المصرية العديد من الدارسين العرب والأجانب في الدورات التعليمية. وهذا ما يؤكد مكانة مصر العسكرية ومدى ما تتمتع به من كفاءة عالية وقدرات متميزة ومتعددة في شتى المجالات العسكرية. تتعاقب الأجيال ويبقى جيش مصر ملاذها الآمن وحصنها الحصين، أمة أبية تدرك معنى الأمل وتحيا بروح النصر.